تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تأتيكم به هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا المتميزة قناة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. برنامج صحة وسعادة هو برنامجكم. قبل ما يكون برنامجنا نستقبل فيه ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، شكاويكم المتعلقة بقطاع بهيئة الصحة في دبي. أبوابنا مفتوحة ونوافذنا أيضا مفتوحة للاستماع لكم. شاركونا في هذا البرنامج فهو مثل ما قلت برنامجكم قبل ما يكون برنامجنا. نسعد بمشاركاتكم بملاحظاتكم، وصباحكم جميل في هذا اليوم الجميل. وصباح الجميل يا محمود. صباح الخير دكتورة ندى الملا، وأيضا كل التحية لطاقم أو فريق العمل عندنا حمد المعيوف في التنسيق وفي الإعداد فريق قسم الإعلام، وأيضا في الإخراج محمد الصفار. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. إذن في بداية برنامجنا نبغي نتكلم ونذكر بموضوع التأمين الصحي. التأمين الصحي تم تمديد الفترة مالت الدكتورة، ولكن يعني ننوه أن اللي ما صحح أوضاع العمالة اللي موجودة عنده، سواء كانت العمالة المنزلية أو حتى الشركات اللي فيها يعني عدد قليل من الموظفين، صح، يجب عليه أن يصحح هذه الأوضاع، لأن هنالك غرامات سوف تفرض، وما ظني بيكون في فترة تمديد أخرى. يعني هم ما شاء الله، يعني أنا ما توقعت يكون في فترة تمديد ثانية، بس الحمد لله هم راعوا الناس اللي ما قدروا يصححون أوضاعهم قبل وتم التمديد، فلن نتريى أن يقولون أسمع الناس تطرش مسجات أو تتصل وتقول متى نهاية مهلة التمديد. واحد من الناس شو قال دكتورة؟ قال يعني أنتم ما خبرتون أنكم بتمددون، كما يعني سجلنا تأمين من الحين كترينا بعد شوية. وهذا غلط، هذا مفهوم خاطئ جدا. تدرين ليش؟ لأن الواحد لا يضمن القدر. صحيح صحيح محمود، صح. بشكاره قص بصل شيء وقصت صبعها بالضبط بالغلط. بالضبط. احنا هل نقول للناس حتى لما يجون العياده نقولهم انتم حطوا، يعني فكروا بالعماله المساعده اللي عندنا في البيت او في الشركات، هو في النهايه بشر، مثل ما احنا ممكن نش الصبح نلاقي عمره تعبانين، في واحد يرقد بالليل يكون صاحي ما في اي شيء، نش الصبح يحتاج عمليه جراحيه، زايده، اورام في البطن، اي شيء ممكن يكون فيه، لانه هو في النهايه انسان. تعالي كم تكلفته هذه، كم تكلفته زياره الطبيب والعمليه الجراحيه والنقاهه في المستشفى. فانت لما تدارك الوضع من البداية ويكون عندك تأمين، أنت إن شاء الله ما تخاف، يعني تكون مثل يقولك مؤمن نفسك إن لا سمح الله صار أي شيء في العمالة اللي عندك، تكون أنت يعني مرتب أمورك وما في خوف إن شاء الله. يعني تخيل يستخسر 550 إلى 650 درهم أن يدفعها في وقتها، في حين أن القانون يطالب الكفيل بعلاج المكفول. صحيح. لازم تعالجه، يعني على حسابك، لازم على حسابك إذا, إذا إذا ما أمنت على حسابك بتعالجه. صح. فيعني الفكرة وين؟ الفكرة أن حفظ حقوق العمالة وأيضا حفظ حقوق المكفولين كذلك. صحيح. واللي كافلنهم. صحيح. عموما نذكر بالموقع الخاص بالتأمين الصحي، نذكركم وإحنا نذكر كل يوم عشان إلا ما أمن أو ما صلح وضعه مثل ما قال محمود يدخل ويسجل ويخلص أموره. الموقع هو www.ishd.ae، مرة ثانية www.ishd.ae. تدخلون على الموقع في إجابة على كل استفساراتكم، في معلومات لكمكم للتأمين، في المستهدفين منها في إمارة دبي، الباقات التأمينية وكل الأسئلة إلا ممكن تي على بالكم بخصوص الباقات التأمينية. مثل ما نقول تعالوا لا تتريون، حطون نهاية مهلة التمديد عشان ما تبدأ الغرامات.
إذا من التأمين الصحي بنصير عند شغلة ثانية اسمها السجائر الإلكترونية. يقول لك في خبر عندنا دكتور يقول السجائر الإلكترونية تضر بخصوبة الرجال، حيث أكدت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية تلحق ضررا بالهونات المنوية للرجال من خلال المواد الكيميائية السامة المتواجدة في المواد المنكهة. وعملت أحدث الدراسات على البحث في الضرار الصحية اللي تسببها الأجهزة المألوفة، وتوصلت النتائج إلى أن السجائر الإلكترونية بنكهة القرفة تبطئ من سرعات الحيوانات المنوية. كما أشارت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية بنكهة العلكة هي السجائر الأكثر شعبية، تقتل الخلايا التي تساعد في إنتاج الحيوانات المنوية في عند الرجل. ومن المعروف أن السجائر الإلكترونية تضر بخصوبة الرجال من خلال تسببها في تلف الحمض النووي والحيوانات النووية، بينما يتم الترويج لهذه السجائر بأنها بدائل صحية للتدخين. ووجد باحثون من جامعة لندن أنه حتى في حال عدم إضافة النيكوتين فإن المنكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية تؤثر على احتمالات إصابة الرجال بضعف في الخصوبة. هذا جانب من الجوانب اللي نحن نطرحها لأضرار السجائر الإلكترونية. يعني مثل ما تقول دراسة الدكتورة أن الواحد يدوخ سجارة إلكترونية أفضل له من أن يدخن سجارة عادية. الناس تفكر هي أكثر صحية أكثر من السجارة العادية. فهالخصوص محمود إحنا نقول للمتعاملين ترى في عيادات تساعد على الإقلاع عن التدخين في مراكز الرعاية الصحية الأولية. لا تطلعون من تدخين السجائر إلى سيجارة إلكترونية. ترى حتى السيجارة الإلكترونية فيها مواد تضر، ومثل ما قريتوا على الدراسة حتى تؤثر في خوة الرجال. فإذا قررتوا الإقلاع عن التدخين اليوم نشجعكم على هالقرار ونقولكم توجهوا إلى أقرب مركز صحي، يسألوا عن عيادات الإقلاع عن التدخين لأنها فيها مساعدة كبيرة، فيها أطباء مختصين يساعدونكم على الإقلاع نهائيا، لا راح تحتاجون لا سيجارة إلكترونية ولا غيرها. أنا قلت قرفة ولا جرفة؟ قلت قرفة. أقول جرفة؟ حاضر يا ميثة. عموما ناخذ الرسالة الخاصة بالتواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور أخي محمود. اليوم عندنا العيادة الذكية. اليوم بس أحب أبدأ لأن حاليا توا نزل خبر عبر التواصل الاجتماعي والهاشتاغات كلها ترندنج، يمكن ما يكون لها علاقة مباشرة بالصحة ولكن تم الهاشتاغ ترندنج شهداء الإمارات العمل الإنساني، واتمنى من الكل الله يرحمهم. كانت هناك رسالة من سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد براد في هذا المجال كذلك، إن تنكيس الإعلام اليوم لشهداء الوطن مدة 3 أيام، الله يرحمهم، نقول الله يصبر أهلهم ومنزلتهم إن شاء الله منزلة الشهداء، لأنهم كانوا يؤدون واجب وطني خلال وجودهم خارج البلاد. كانوا إنساني، هم كانوا رايحين العمل عمل إنساني يعني يوسف، الله يرحمهم. الله يرحمهم. نرجع لرسالتنا اليومية، شوي يمكن كان موضوع جديد وكي وبعد ما أثر فيني. أكيد 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 أثر فيكنا يا أسماء، لأن هم عيالنا يعني حتى لو ما نعرفهم شخصيا ولكن هم أبناء الوطن وأبنائنا جميعا. والله دكتورة أنا شوي أختلف معاكم في وجهة النظر هذه، لأن حقيقة خدمة هذا الوطن يعني الواحد إذا يقدر يفدي هذا الوطن روحه، أعتقد ما في مواطن مخلص، مواطن إماراتي مخلص راح يعني يتردد ولو ثانية في هذا المجال. صح. وأنا كان مداخلة من فترة في هذا الصدد، كان هنالك يعني مداخلة لأحد الآباء يعني استشهدوا عنده 3 من أبنائه ومتصل، وكان يقول أنا عندي بنية باقية أبغى أطرشها. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، يعني هذه الروح الوطنية أتمناها من الجميع. عموما نحن عشان ما نطول على أسمه خلينا ناخذ الرسالة مالتك تفضل. رسالة اليوم: كلنا نستطيع التغيير، فلا توجد عادة لا يمكن تغييرها، حدد تلك العادة السلبية وضع خطة لتغييرها. هذا يمشي مع موضوع السجائر يا أسماء بعد. إذا راح حسيتك يطقم مع سالفة. غير هذا أن العيادات اليوم العيادة الذكية تكون عن التغذية بين السمنة والنحافة. في بعض الناس يعني عندهم فعلا مشكلة أنهم يبون يمتلون ما يقدرون، حتى الضعف الغير صحي أيضا مضر، يعني هاي معلومة ما يعرفها الناس. فهاي الأشياء أيضا بنركز عليها اليوم في العيادة الذكية، أنا حتى الضعف قد يضر إذا كان مرضي وكان إنسان يحاول يمثل وما يقدر. فراح أركز على هالأشياء اليوم من ناحية التغذية الصحيحة حتى لهذه الفئة من الناس. منو ضيوفك اليوم يا أسماء؟
بس أعطينا اليوم معانا الأستاذة شيماء قايد إن شاء الله، هي أخصائية تغذية في هيئة الصحة وبتكون ويانا وراح نتكلم عن هذا الموضوع. تمام أسم، أتمنى لكم التوفيق، ونحن إن شاء الله بعد الفاصل منذكر بالحسابات وكيفية التواصل معكم. أسم الجناحي مدير السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة، شكرا جزيلا لك. إذن دكتورة نحن نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله منتواصل مع المستمعين إن شاء الله. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتك مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق رسائل نصية على الرقم 4006 للرسائل النصية. قبل الفاصل كنا نتحدث عن العيادة الذكية مع زميلة أسماء الجناحي، بس نذكر أن كيفية التواصل مع العيادة الذكية اللي يبغي يتابع تفاصيلها بصوت وصورة عن طريق حسابنا في البريسكوب على الأكاونت DHA_Dubai. في الحساب اسمه DHA من دبي هيلث أثوريتي أندرسكور دبي. وهذا الحساب أيضا هو حق تويتر، حق إنستغرام، وفي اليوتيوب كذلك. نحن نحاول ننزل المختصر المفيد للعيادة الذكية، وأيضا نتمنى منكم تفاعلكم. اللي عنده أي سؤال، عنوان العيادة اليوم شو العنوان دكتورة؟ التغذية بين السمنة والنحافة. التغذية بين السمنة والنحافة، موضوع جميل جدا. من هذا الموضوع نحن ما ننتقل، منصير شوية جدل بر، ها؟ الخوانيت خاصة الجو اليوم عجيب، هي الفترة هذه الجو وايد حلو، فمتوجه إلى مركز الخوانيج حقيقة، وموجودة معانا في الاستوديو الدكتورة آلاء العادي مديرة المركز. صبحت الله بالخير دكتورة، وقربي من الميكروفون عشان نسمعك بشكل واضح. الله يسعد صباحك أخ محمود، أتشرف بحضوري معكم اليوم وأشكركم على الاستضافة الحلوة في برنامجكم الراقي. هي طبعا اذا انا ذكرتك بروحي ما كتبتي، بس عشان الحين دكتوره ندى موجوده يجي. طبعا وايد مستانسه دكتوره ندى معانا اليوم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا دكتوره. طيب نحن ندخل في الحوار على طول. دخلنا دكتوره علاء. دكتوره، يعني مركز الخوانيج من المراكز اللي شويه بعيد عن مركز المدينة يعني بشكل أو بآخر، ولكن يقدم جميع الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية لسكان هذه المنطقة. فخلينا نتعرف على أبرز الخدمات اللي تقدم في مركز الخوانيج. أخ محمود، مثل ما تعرف الحمد لله مركز الخوانيج يعد من المراكز الرائدة في تقديم الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. تم إنشاؤه في عام 1996، من أبرز الخدمات اللي قدمها المركز خدمات طب الأسرة، خدمات الأسنان، عيادات صحة الطفل والتطعيم، عيادات الحوامل والنسائية، عيادة الشيخوخة، عيادة السكري، متابعة مرضى السكري، وعيادة الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمختبر والصيدلية. ما شاء الله، يعني مركز متكامل فيه تقريبا كل الخدمات اللي الواحد يباها. هاي دعاية لمركز الخوانيج الصحي. الله يخليكم. وين أحسن، الخوانيج ولا البرشة؟ كل مركز محمود، كل مركز له خصوصيته ولا متعاملينه ولا تفرده. اكيد انا شدني انشاء المركز في عام 1996 ديك الفتره المنطقه يعني ما كانت فيها هذه الكميه من السكان، المواطنين ما كانوا اصلا متجمعين في هذه المنطقه، كانت مجموعه مزارع وعزب في هذه المنطقه، لكن الان هنالك بيوت، هنالك يعني تجمع كبير لعدد كبير من العائلات. نهضة عمرانية كاملة نستوي الحين في صوب الخوانيج. ما من بالغ نسوي نهضة عمرانية، بس نتفائل إن تكون نهضة. هي لا، هي موجودة يعني على أساس إن خلاص المنطقة بدأت تكون مهولة بالسكان. صحيح. يعني تقريبا كم عدد المراجعين عندكم في هذا المركز؟ بس أخ محمود برد للنقطة الأولية، بما أنك ذكرت أن المركز هو شوي بعيد عن المدينة. طبعا من أبرز الخدمات اللي قدمها بعد هي خدمة الأرجنت كير، اللي هو طبعا يوم يكون حوادث أو أي إسعافات. المركز بعد ما شاء الله مهيئ تماما بطاقم طبي على أحدث المستويات، ممتاز. يعني الخبرة في التعامل مع هالحالات. أنا وايد تجينا حالات طوارئ. وجود المركز في هذه المنطقة الجغرافية دكتورة، وأيضا هنالك يعني شوارع رئيسية وسريعة، صح،
السيارات فيها بشكل سريع. يعني أنا أتصور يعني في يوم من الأيام إن شاء الله تحولوه مستشفى إن شاء الله. هو في أكيد خطة يعني إنه يكون في توسع فان شاء الله. يعني المستشفيات الرئيسية بعيدة تماما عن المركز الخواني جدا، المسافة جدا بعيدة. فممتاز والله دكتور علا ان في هالخدمة الطوارئ موجودة. انت ذكرتي دكتورة علا عن ان في العيادة صديقة الطفولة والمركز اوريدي خذ الاعتماد، فلو تحطينا شو عن هالاعتماد على ما خبرتني كم عدد المراجعين الحين بردل دكتورة عدد المراجعين بالنسبة لاخر في عام 2016 كان تقريبا ما يعادل 55 ألف مراجع. والله ما شاء الله تم المركز كبير تقديم جميع الخدمات حقهم. ما يعادل عندنا في اليوم ما بين 200 ل 250 مراجع في اليوم. زين الحين ردي على سؤالها. بالنسبه الحمد لله بفضل من الله طبعا وجهود الإدارة الحكيمة وجهود العاملين كلهم في المركز، تم اعتماد مركز الخوانيج كمركز صديق للطفل في عام 2016. طبعا المبادرات بدأت من عام 2015 حتى تم تشكيل فريق كامل مهيئ بجميع المعايير بناء على معايير منظمة الصحة العالمية في اعتماد المركز كاعتماد مركز صديق للطفل. فمن ضمن هاي المعايير إنشاء عيادة الرضاعة الطبيعية. طبعا الحمد لله في مركز الخوانيج يتوفر عنا طبيبة وممرضة يحملون شهادة استشاري رضاعة طبيعية، يتابعون الحوامل من فترة الحمل إلى ما بعد الولادة. وطبعا هذا الفكرة أن مركز صديق للطفولة كل موظف موجود داخل المركز على علم ودراية كي يتعامل مع هاي الفئة. جميل. أنا بذكر بأرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. اللي عنده أي خبرة أو إكسبيرينس مع مركز الخوانيج، عنده ملاحظة، عنده اقتراح، يعني كلام الدكتورة مبعيب إنه ممكن إنه يتواصل معنا. بالعكس يعني دائما نحن نقول دكتورة إنه ملاحظات الناس تساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات، وياما خدمات في هيئة الصحة تطورت من خلال ملاحظات الناس. مقترح حتى مقترحات. بالضبط. فالآن في عام 2016 تم الحصول على العديد من الإنجازات، العديد من الاعتمادات، العديد من الجوائز حصلت عليها الهيئة في هذا العام. يعني أنا أسميه عام الحصاد بالنسبة لهيئة الصحة بدبي. مراكز الرعاية الصحية الأولية كان لها يعني نصيب الأسد، مو بنصيب الأسد بس، هي كان لها تميز كبير في الخدمات. صحيح. اللي تقدمها كانت في نقلة كبيرة في الخدمات كذلك. وتطور ملحوظ ما حد يقدر ينكره في مسألة خدمة المتعاملين. فبتكلم عن مركز الخوانيج بالتحديد، يا ترى ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2016 بالنسبة لكم؟ أبرز الحمد لله الإنجازات اللي حققها مركز الخوانيج كان أول شيء اعتماد المركز كاعتماد صديق، مركز صديق للطفل مثل ما ذكرنا أول. الاعتماد الثاني اعتماد المركز من قبل جهة الاعتماد الدولي للمنشآت الطبية اللي هو GCA Accreditation. الاعتماد الثالث لحصول المركز على 6 شهادات ISO الجودة. والاعتماد الرابع اعتماد المركز كمركز تدريبي مؤهل لأطباء الأسرة، طبيبين الأسرة. ممتاز ممتاز. طبعا دكتورة علا كل هالإنجازات، وطبعا الإنجازات هتستمر في 2017، ومنها تقييم 7 نجوم أمرنا فيه الشيخ محمد براشد المكتوب أن كل مراكز الخدمة تكون مقيمة تقييم 7 نجوم. فلو تحدثينا ها واستعداداتكم في المركز وعن هالخدمة. أكيد حبيبتي. بالنسبة الحمد لله رؤية الإمارات في 2020 أن تكون الإمارات من أفضل الدول، من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021. فبناء على هذا تم ترشيح مركز الخوانيج للانضمام لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحيث رؤية هذا النظام تقديم خدمات متميزة بمستوى 7 نجوم، ويركز هذا النظام على المتعامل. صحيح. إنه يكون رضا المتعامل هو أهم محور في التعامل مع المريض. فهو هذا إن شاء الله، يعني دعونا بالتوفيق إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله مو بس مركز الخوانيج، كل مراكز الهيئة إن شاء الله تحقق هذا
التصنيف العالمي إن شاء الله. إن شاء الله. نحن منوقف مع فاصل قصير دكتورة، بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا استكمال للحوار، ومنشوف الجمهور إذا حد يسمعنا وعنده أي مداخلة حول الخدمات التي تقدم في هيئة الصحة بدبي. نتناول مركز من المراكز المتميزة هو مركز الخوانيج، فاللي حاب يتواصل معنا كم أرقام تواصل دكتورة؟ 600-551-414 ورسالنا صيح على 4006. فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل اللي يعني تجذبنا فيه أطراف الحديث مع الدكتورة علا العادي مديرة مركز الخوانيج الطبي. مثل ما قلنا قبل الفاصل ومثل ما تفضل أخوي محمود، إن أي حد عنده بنقول ملاحظات اقتراحات مركز الخوانيج تواصل ويانا على أرقام التواصل اللي ذكرناها قبل الفاصل. رجعنا مع الدكتورة علا، أحس محمود يبي يسألها سؤال. والله لا تحسين أنا بسألها دكتورة. يعني نحن تحدثنا حقيقة عن العديد من المحاور الخاصة بمركز الخوانيج، ولكن دائما ما تكون يعني كل منطقة لها خصوصيتها، لها طبيعتها الخاصة. الآن في مركز الخوانيج أغلب المراجعات عندكم تتركز في شو بالضبط من الأمراض؟ أخ محمود، مثل ما ذكرت فعلا كل مركز يكون البيئة الجغرافية اللي حواليه تعكس الأمراض اللي راجع فيها المراجعين للمركز. فبالنسبة لمنطقة الخوانيج، منها منطقة صحراوية وتضم وايد مزارع وفيها حيوانات تكرمون وهاي الأشياء والأشجار وهاي، فحسب التصنيف العالمي للأمراض اللي هو يعطي كود لكل مرض، تبين أن أكثر مراجعات تكون لأمراض الجهاز التنفسي ما بين الإنفلونزا والجيوب والربو والحساسية. هذه هي أخذت أكثر المراجعات، يليها الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والضغط والكوليسترول. يعني الأسباب اللي تؤدي لمثل هذه الأمراض دكتورة، شو هي الأسباب؟ هل هي بس الطبيعة الجغرافية ولا في لها أسباب أخرى؟ طبعا هناك في بعد أسباب وراثية ممكن تكون موجودة، أن طبيعة الشخص أو العائلة هاي يكون عندهم أكثر عرضة للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي. زائد ممكن إحنا بعد وجود الحيوانات، أتوقع بعد ناس وايد عايشين مع جريب المزارع صح يكون أكثر عرضة من غيرهم. والتعرض طبعا للمكيفات والانتقال من جو حار إلى بارد، هاي كلها لها تأثير. طيب الآن يعني في ضوء معرفة أن هنالك بعض الأمراض اللي تنتشر في هذه المنطقة، أو يعني عادة ما يصاب بها سكان هذه المنطقة، هذا الموضوع دكتورة ندى ممكن يساعد في عملية الوقاية. نحن نتحدث عن الوقاية بشكل كبير في هذا المجال، فشو هي البرامج اللي أنتم تسوونها لعملية الوقاية من هذه الأمراض؟ صح، احنا كبرنامج وقائي طبعا على مدار السنة في خطة تشغيلية للمركز، كل سنة تتجدد حسب المتطلبات اللي تتجدد في المركز. فمن ضمن الوقاية حق أمراض الجهاز التنفسي يكون عندنا هناك مثل كامبينز اللي هي حملات توعوية مستمرة عن موضوع هذا بالذات للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إن في تركيز معين على الأطباء والممرضين في اتباع معايير عالمية في معالجة أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. ليش؟ عشان نحد من تطور المرض ونقدر أن نلقط الحالة في أولها، فما يكون في أي مضاعفات. ممتاز دكتور علي. طبعا مثل ما ذكرتي أن في حملات توعوية كثيرة، والحملات التوعوية ممكن نقول تختلف يعني تتشابه في بعض النقاط مع بين المراكز، ولكن تلاقين كل مركز يركز على حملات توعية غير حسب مثل ما قلتي الأمراض الأكثر شيوعا عندنا في هذاك المركز. عندك أي سؤال زيادة؟ أنت تكلمت دكتورة في بداية البرنامج عن عيادات التدخين. زين، وعيادات التدخين كذلك تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية. في بعض المراكز هنالك عيادات تدخين، ويعني بما أننا نتكلم عن مشاكل الجهاز التنفسي كذلك، فأعتقد ما أدري إذا عندكم أنتوا يعني واحدة من العيادات اللي موجودة بالتدخين في الخوانيج ولا لا دكتور؟ هي غير موجودة في مركز الخوانيج كمركز، لكن حول المرضى على عيادة وقف التدخين الموجودة في الطوار. في الطوار.
ففي تواصل دائم في تواصل دائما بينكم وبين طبعا احنا هذا يعتمد على طبيب المعالج والممرض انه يكون عنده اداه توعويه للمريض انه في عندنا طبعا عياده متوفره توفر جميع الامكانيات باحدث السبل والخبرات في وقف التدخين. جميل. ايضا دكتوره يعني دائما ما نقول نحن المعده بيت داء. تعرفين نحن هيك المنطقة ما شاء الله ذباية ما يقصرون ما شاء الله والأكل أكل يعني دسم، لكن من الضروري جدا أن الواحد يعي ما الذي يدخل في جسمه. فما أدري شو تسوون في هذا المجال أنتو كمركز الخوانيج؟ هو بعد طبعا من الخطة التشغيلية اللي نتكلم عليها طبعا من ضمنها اللي هو ضمان إعطاء الوعي المستمر سواء عن طريق اللي هو أنك تكون دايركت مع البيشنت سواء في غرفة التشخيص أولا أو في غرفة العلاج عند الطبيب، زائد أن نعطي بروشرات موجودة تتكلم عن الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحي غير الحملات التوعوية اللي نقوم فيها. وهناك طبعا في مؤشر مربوط لما يحضر أي مريض للعيادة لأي نوع من العلاج، طبعا في غرفة اللي هي التقييم الحيوي يكون في هناك مؤشر لمحيط الخصر أو البطن اللي هو يعطينا مؤشر عن السمنة، فهذا وايد مهم يعطينا طبعا احنا شو النكست ستيب او شو الاشياء اللي تتأتى علينا نوجه المريض حقها عشان نخفف من هاي الاضرار السمنة. صحيح دكتور علاء، ومثل ما قال محمود ان هذه المنطقة لها خصوصية في نوعية الاكل، فاتوقع ان صعب نغير نمط الحياة تماما يعني للناس. ممكن مثل ما احنا كنا نقول في حلقات سابقة ممكن نوجه اعادة ترتيب لنمط حياتنا اليوم، طريقة اكلنا، لحجم الاكل ناكله، لنوعية الأكل. ممكن يعني طبعا لو قلت له مثلا لا تأكلون ذبايح مثلا أو لا تأكلون شيلوا مثلا الشحم عن اللحوم بيكون ممكن تلاقين شوية مقاومة، ولكن ممكن بشوية إرشادات بسيطة نخلي الناس يعني تقول تأكل إلا في خاطرها ولكن بأسلوب صحي. طيب أنا عندي هني سؤال يقول نحن سكان الخواني جول ملاحظ أن أكثر المراجعين من خارج المنطقة وجنسيات مختلفة. أبغى أرد على السؤال هذا دكتورة أن في النهاية المركز الصحي غير مرتبط بجنسية معينة، لأن نحن نقدم العلاج لكل المواطنين والمقيمين في هذا المجال، ولكن يعني يقول أن أكثر المراجعين من خارج المنطقة. أنا أبغي أعرف شو هي آلية التوجه إلى المركز الصحي بشكل عام. طبعا من قبل كل إدارة، الإدارة العليا تم تخصيص مناطق سكنية معينة يخدمها المركز. فمن المناطق الأساسية اللي يخدمها مركز الخوانيج منطقة الخوانيج الأولى والثانية، منطقة العوير، منطقة الطي، منطقة ورسان، منطقة الورقة الثالثة والرابعة والخامسة، بالإضافة لبعض مناطق الإمارات الشمالية مثل القراين، الرحمانية، والذيد. يعني في فعلا يمكن لو المراجعين لاحظوا أنه في بعض المراجعين يجون من برا أو خارج النطاق، فهذا بعد من ضيفة يعني مجددا. جميل. هذا ما راح يأثر على جودة الخدمة اللي أنتم تقدمونها لسكان المنطقة أصلا دكتورة ولا؟ هو المفروض ما يأثر طبعا، المفروض ما يأثر أبدا على جودة الخدمة، لأن في دراسة مستمرة لنسبة الزيادة من المرضى مع حجم الخدمات أو خلينا نقول سعة الخدمات اللي تقدر تخدم الفئة اللي تحضر المركز. طبعا في إن شاء الله خطة مستقبلية إن توسعة مركز الخوانيج، فهذه أكيد في الصدد موجودة وأكيد شغالين عليها. جميل. أنا في هذه أبغى أعلق عليها دكتورة، لأن في حقيقة الأمر أنا أعوذ بالله من كلمتي، أنا زرت أكثر من مستشفى ومعهد طبي في أوروبا في أمريكا، والله العظيم يعني من غير مبالغة أي مركز صحي موجود عندنا كمبنى وكأجهزة أفضل من اللي شفته هناك مليون مرة. صحيح، وايد من المتعاملين يقولون نفس الكلام، يقولون المبنى بنفسه أفضل من وايد من الدول المتقدمة اللي رحناها برا. جميل. صحيح. أيضا نحن بنحاول كذلك بعد بنتكلم عن منتدى دبي الصحي، إذا قدرنا نحصل الدكتورة منال تريا ممكن تكون موجودة معانا على الهواء، بنحاول نتوجه للحديث عن المنتدى اللي اختتمت فعالياته البارحة. لكن دكتورة قبل
ما نتوجه إلى المنتدى. انزين كان في سؤال شوي يقول أنا ما أبغى أدخل في موضوع الجنسيات ومن المدينة العالمية. وين المدينة العالمية؟ انترناشنال سيتي. انترناشنال سيتي. أنتوا تخدمونهم هذا؟ بعد نخدم جزء منهم. هي. جميل. زين وين المشكلة يا جماعة الخير؟ هل صار في تأخير على سكان المنطقة في عملية أن الدكتور يشوفهم ولا شيء دكتورة في هذا زمن الانتظار يعني زاد بعد زاد؟ ما دخلت لكم مناطق الجديدة؟ هو بالأحرى مش هو أكيد يعني في شوية زيادة لكن مش هالزيادة المطرطة يعني أنها تخلي مثلا لا سمح الله يكون في تأخر وايد في تقديم الخدمة. يعني إذا بدل ما يتريى ساعة ممكن يتريى ساعة وعشر دقائق؟ ما اعتقد يعني ان ما يوصل ساعه ما يوصل يمكن الساعه. هو طبعا ما تنسى اخ محمود ان احنا بعد دخلنا نظام الكيو سيستم نظام الادوار الالكتروني. نظام الادوار هذا يمكن دخل مع في نفس الوقت يعني يمكن سبحان الله المرضى كلهم ما عندهم مثل ما اقول لك يعني صبر انه ياخذ توكن ويسير ويسجل فهذا بعد اخرت هو نظام وايد حلو ونظم المواعيد بس سبحان الله التقبل يمكن اولي يعني هو لان اول شيء تم انشاؤه هو متطلب اصلا متطلب عالمي للحصول على بعض الشهادات الخاصه بالجوده والتميز. هذا متطلب عالمي لكن وين المشكله اذا انا دخلت انا ادخل يعني ما بذكر اسماء دوائر حكوميه وحتى شركات خاصه ولا اي خدمات معينه اخذت التذكره وتريت دوري شو المشكله محمود في مفهوم جدا مهم الناس لازم يكون عندها وعي فيه اللي هي ثقافه الانتظار او ان الانتظار هو جزء من تقديم اي خدمه تبغى تحصل لازم في وقت انتظار بس أنا تريى دكتورة تريى عشر دقائق عشرين دقيقة ما تريى ساعتين ثلاث ساعات لا ما توصل ساعتين ثلاث ساعات حرام ما توصل حتى في علاقة الزحمة ما توصل ساعتين وحتى لما استوى في ساعتها حزتها أي مشكلة طبعا يتواصلون على طول مع الإدارة والإدارة تقوم وتسوي على طول إجراءاتها في تخفيف مدة الانتظار وفي نظام فرز بعد الحين نظام الفرز الحين بعد شغال العيادات محمود فبالتالي وايد خفف صح تعرفون ليش شيء جالس أقول لكم لا تخلون محمود زعلان من الويتنج تايم لا ما بزعلان عشان دكتور دكتورة منال تريا من مدير التنفيذ لقطاع الرعاية الصحية الأولية تسمعنا الحين دكتورة صبحت الله بالخير صباح نور أهلا وسهلا نحن كنا نتكلم عن مركز الخوانيج كواحد من المراكز المتميزة ولكن الحديث معك دكتورة بيكون عن منتدى دبي الصحي اللي اختتمت أعماله أمس بنجاح جميل وباهر يعني كان المنتدى في الحقيقة واحد من الفعاليات اللي ستضاف إن شاء الله على الخارطة الخاصة بالفعاليات الصحية كأضخم المنتديات الموجودة إن شاء الله في على مدار السنة كانت هناك العديد من التوصيات التي خرجوا بها من هذا المؤتمر خلينا نتعرف بداية دكتورة شو أهم أو الخلاصة الخاصة بالدورة الأولى لهذا المنتدى هو طبعا المنتدى كان مثل ما انت تعرف كان جدا ناجح والحمد لله لقى حضور كبير تقريبا تعدينا 2000 شخص سجل في المنتدى على مدار هاليومين حضروا واستفادوا من المحاضرات كان فينا تقريبا 10 شركاء أو داعمين للمنتدى اللي هم شاركونا بعرض آخر الابتكارات الطبية في مجال الصحة الذكية كان في بعد عندنا عدد كبير فاق 43 متحدث من كل دول العالم يعني حضروا عشان يعرضون آخر اكتشافاتهم وابتكاراتهم في مجال الطب جميل دكتورة نحن مع بداية المنتدى زي اليوم الثاني بدينا نتكلم عن السنة الجاية يعني بعد المنتدى ما خلص بدينا نتكلم عن السنة الجاية فخبرينا يعني السنة الجاية شو مخططين هو طبعا المنتدى ان احنا ما اطلقنا المنتدى على اساس انه يكون بس دورة واحدة صح لا. المنتدى الحمد لله راح يكون سنوي وفي خطة اللي وضعناها يعني تقريبا نقدر نقول للخمس سنين الجاية جميل فيها عرض لآخر الابتكارات فيها عرض لمشاريع استشراف المستقبل في الصحة فيها عرض للبحوث يعني كل ما هو جديد وفي تخصصات طبية ويخدم هي الخدمات اللي احنا نقدمها للمجتمع
جميل دكتورة منال. طبعا مثل ما قال أخي محمود أن هذا المنتدى كان قبلة لكثير من الناس اللي سجلوا وشاركوا فيه, وإحنا هناك في المنتدى أخذنا مثل ما يقول positive feedback أو ملاحظات إيجابية من اللي حضروا المنتدى, وكانوا جدا سعيدين بالمتحدثين, بالمحاور, بالحديقة التكنولوجية, بورش العمل اللي كانت موجودة. فدكتورة منال طبعا هذا المنتدى كان فيه متحدثين من جميع أنحاء العالم, يعني مثل ما نقول يعني طاروا حول العالم في السافر 12 ساعة وال 14 ساعة عشان يصلون لدبي لمشاركة لهذا المنتدى. ممكن نقول احنا اختارنا النخبة, انتوا اخترتوا النخبة لهذا المنتدى في هذا السنة, فهل عندكم حاطين في خطتكم ان منو تقريبا بيكون متحدثين في السنوات القادمة, كيف نقدر نضيف زيادة لهذا المنتدى بعد اول دورة له؟ شوفي دكتورة, هو طبعا المنتدى دائما راح يحتوي على جلسة حوارية وزارية. طبعا نحن كان معالي حمد الكرامي وصى ان كل سنة نستضيف عدد من الوزراء من دول مختلفة على حسب يعني توجهات المنتدى نفسه لهذا العام. طبعا السنة هاي احنا تطرقنا لعرض تجارب وزارة الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي. السنة الجاية ان شاء الله راح شوي نتوسع وقد نشمل وزراء دول في الشرق الاوسط. فكل سنة يكون عندنا يعني مجلس للوزراء يعرضون من خلال تجاربهم في دولهم واستراتيجيات وزارات الصحة عندهم في دولهم, هذا شيء واحد. الشيء الثاني كل سنة راح نتطرق ان يكون عندنا منصة لعرض آخر الابتكارات الصحية. طبعا مثل ما أنتم عارفين في مجال الصحة ما شاء الله يعني الشركات اللي مختصة في تصنيع الأجهزة ووضع التقنيات الصحية نشيطة جدا, فكل سنة في نسمع عن مشاريع جديدة أو تقنيات جديدة تضيف فائدة أو تضيف جودة أعلى لتقديم الخدمات الصحية, فرح يكون في منصة لاستعراض كل ما هو جديد لذاك العام. طبعا غير عن يكون في دائما جلسات حوارية تستعرض بعد اللي هم كيف أن الناس حول العالم يواجهون الأمراض المزمنة. طبعا مثل ما أنتم عارفين إحنا الأمراض المزمنة مثل السكري, مثل أمراض القلب, السرطان قد يكون واحد منهم, الأمراض اللي يعاني منها الإنسان وين كان كل أنحاء العالم بسبب أسلوب الحياة الغير سليم أو الضغوطات أو حتى عوامل وراثية. فنحن راح نسلط الضوء, راح يكون في عندنا جلسات حوارية خاصة بهذه الأمراض المزمنة غير معدية, ولكن راح نتناولها من عدة أطراف, يعني من الطرف الطبي أو الصحي أو التثقيف الصحي, وأيضا نبغى نعرف تجارب الناس في مواجهة هذه الأمراض. راح يكون عندنا بعد جلسات في هالمواضيع دكتورة. يعني من بين الجلسات المميزة اللي كانت بالأمس جلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة, كانت جلسة مليئة بالإيجابية, جلسة مليئة ما أعرف كيف أوصفها, لكن مشاعر جميلة جدا كانت. وأيضا زين هذه الجلسة حضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. نعم, نحن إن شاء الله راح يكون بعد مثل ما ذكرتك كل سنة بيكون عندنا جلسة حوارية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة, لهذا السبب بالذات أن الأشخاص ذوي الإعاقة لما يكونوا متواجدين معانا تحس بطاقة إيجابية غريبة, صحيح, كأنهم هم قاعدين يعلموننا نحن كيف نواجه المشقة في هذا العالم, يعني كأن يعكسون لنا الصورة كأن نحن نحتاج لاحتياجات خاصة مو بهم. صحيح. الحمد لله وجود سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان كان له اثر كبير ودور كبير في دعمهم, هم دعمنا نحن. صحيح. يعني انهم كانوا قاعدين على المسرح, انتم كنتوا حاضرين شفتوا عادي مشاركين في جلسة حوارية, لكن الجمهور اللي كان يصيح واللي كان متحمس واللي يصفر يعني حسينا ان نحن محتاجين لدعمهم اكثر مما هم محتاجين لدعمنا. طبعا ما يخفي يعني جميع الشيخ حمدان الله يحفظه من الداعمين الكبار لاستراتيجية دبي لذوي الإعاقة, وهو مهتم جدا بمصالحهم وباحتياجاتهم وبتوفير سبل الراحة لهم وكل ما يحتاجونه, وهذا هو يمكن من الأسباب الرئيسية اللي وصلتهم لتحقيق الميداليات الذهبية في الألعاب البارالمبيكس اللي حصلت في ريو دي جانيرو. فالحمد لله يعني هم لهم
دعم كبير من الحكومة وشخصيا من صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. ونحن إن شاء الله ما راح نكون بعد مقصرين يوم في المنتديات وفي الفعاليات، وراح نسلط الضوء عليهم وإنجازاتهم. جميل. دكتورة منال، يعني كلمة أخيرة قبل أرجع حق دكتورة آلاء إذا تبغين توجهينها. طبعا نحن حاليا قاعدين نخطط للسنة الجاية، المنتدى 2018 اللي راح يكون يوم 8-9 يناير 2018. فإذا أي حد من الأطباء ولا من التمريض ولا من الطاقم العاملين في المجال الصحي أو حتى من الجمهور عنده أي مقترح ولا أي فكرة حابب أن نحن نستعرضها، ممكن أنهم يتواصلون معنا من خلال برنامجكم الإذاعي، ونحن إن شاء الله راح نقوم بالتواصل وياهم وبندرس الموضوع ونشوف إمكانية طرح هذه الأفكار في المنتدى على السنة الجديدة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة وما قصرتي، وشاكرين لك وقتك كذلك اللي خصصتي لبرنامجنا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل دورات المنتدى. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة. إذن كانت معنا عبر الهاتف دكتورة منال تريم، مدير تنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في دبي ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي الصحي اللي اختتمت أعماله يوم أمس، وكان برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، الذي يعني حضر جانب من فعاليات هذا المنتدى في اليوم الأول وقدم يعني العديد من الطاقة الإيجابية في هذه القاعة التي كانت مليئة حقيقة بنخبة من الأطباء الذين يعملون في القطاع الصحي سواء كان محليا أو عالميا. نرجع لآخر شغلة على مركز الخوانيج، لأن الوقت عندنا يداهمنا الدكتورة ندى، بس في مسج يقول عند المراجعة المركز هنالك 4 مناطق انتظار: عند التسجيل وانتظار الفحص وانتظار الدخول عند الطبيب وانتظار استلام الدواء. هذا البروسيس كله دكتورة كم ياخذ وقت؟ هو المفروض يعني احنا لو حسبناها كامل ما تاخذ اكثر من 25 minutes. يعني لو سوينا البنش اذا ماركت، ما كان في ضغط على اذا ما كان في ضغط على المركز. بس طبعا مثل ما تفضلت الدكتوره ندى ان احنا تصنيف الحالات يلعب معانا دور، يعني في حالات تستدعي وانت تتشخص او تصنف الحالات تلك حاله طارئه فتستدعي يتاخر المراجع الثاني. بس هذا طبعا يكون في خلينا نقول شراكه او تنسيق بين الاداريين في المركز انهم يرتبوا نقل او توزيع المرضى. ايوه المرضى على الاماكن الفاضيه. جميل. يعني وصلنا ختام البرنامج، كان يوم حلقه جميله ما شاء الله مع دكتوره علا ومداخله دكتوره منال، فنشكرك دكتوره علا تواجدك اليوم معنا في البرنامج. ما شاء الله كفيت وفيتي عن مركز الخوانيج، مركز متميز طبعا. واحنا نشجع الكل اي حد عنده ملاحظه يزور دكتورة علا في مركز الخوانيج ويعطيها ملاحظات، لان ملاحظاتكم تساعدنا مثل ما قال محمود في تحسين خدماتنا. جميل. والمميز جدا في مراكزنا ان مدراء مراكز الرعايه الصحيه الاوليه متواجدين في المراكز، ابوابهم مفتوحه، اي حد عنده اي ملاحظه اقتراح كذا ممكن يتوجه بشكل مباشر إلى المدير على طول. ها دكتورة علا، أشكركم جزيل الشكر على استضافتكم، وفعلا أخ محمود دكتورة ندى إحنا الحمد لله نتبع سياسة الباب المفتوح anytime، أي وقت أي مريض أي حد عنده أي ملاحظة أو شكوى يتفضل على طول الإدارة، وأكيد بإذن الله ما بلاقي إلا اللي برضي. عموما دكتورة علا العادي مدير مركز الخوانيج نحن شاكرين لك تواجدك معنا، شكرا جزيلا لك. ودكتورة ندى وصلنا إلى الختام، خلينا نختم بس نتوجه بالشكر للطاقم عندنا حمد المعيوف وميثة بن بيان، مشكورين يعطيكم العافية على الحلقة الجميلة اليوم، وإن شاء الله يكون تواصلنا معكم متجدد غدا في برنامجنا، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.